مرحبا عزيزي برج الحوت. بشكل عام من القراءة أرى أن في احتمال سوء فهم وأيضا سوء تصرف من جانب الحبيب، هو الذي أدى إلى الانفصال، ولكنه يحاول أن يرجع بأسرع وقت ويحاول أن يرتب أموره المكركبة، يرتب وضعه عشان هذه المرة إذا رجع لك أن تقبل التغييرات التي حدثت وما ترجعون للمشكلة القديمة. أول شيء سبب الفراق عندنا أمير الأكواب، الخماسيين، أميرة الأغصان، وستة الأكواب. احتمال أنك اكتشفت، سمعت، وصلك كلام، أو بطريقة ما عرفت أن هذا الحبيب لديه لحد الآن علاقة في الماضي، أو علاقة ابتدت احتمال قبل أن ترتبطون، لديه مسجات وتواصل مع شخص ثاني خارج العلاقة، احتمال أنه يكون فعلا شخص من الماضي ولديه ذكريات معينة مع احتمال من أيام الجامعة، زميل في العمل، أي شيء. ولكن بالنسبة لك أنت انصدمت يا برج الحوت، لأن أراك كنت في مرحلة الحب، كنت في قوقعة الحب، كنت ترى الشخص هذا جدا مثالي، تراه يعني ملكك. بكل فترة كنت تراه أن هذا الشخص مستحيل يعمل هذه الأشياء، بس اكتشفت أن لا، لديه شخص ثاني ويتواصل مع شخص ثاني، واحتمال أن هذا كان السبب الرئيسي للانفصال بينكم. سبب التأخير في العودة، أرى أن الحبيب استوعب وعرف سبب المشكلة، ولكن التغيير بالنسبة له كان غير سهل، كان صعب. هذا الإنسان متعود على أن دائما يكون في شخص ثاني في الكواليس معه في العلاقة، بالإضافة إلى الشريك الأساسي. يعني لو أنت كنت بالنسبة له الشريك الحبيب الأساسي، دائما يكون في شخص في الكواليس، لو بحثت زيادة دايما تلاقي عنده أشخاص من مختلف الحياة. ولكن هذا الحبيب استوعب أن هذا خطأ، وأن هذا سبب الفراق، وأن هذا السبب الذي خلاكم تنفصلون عن بعض. أرى أنه مدرك أن هذا الأسلوب لا يستطيع أن يتبع معك ويفوز، يعني هو في مرحلة ندم، ولكن في نفس الوقت أدرك متأخرا أن هذا الشيء الذي عمله ثمنه سيدفع غاليا، وثمنه هو خسارتك. فاكتشف هذا الشيء متأخر، دفع الثمن متأخر، والآن هو ندمان، فيحاول أن يعرف بأي طريقة أخبارك، بأي طريقة يتواصل معك، بأي طريقة. هو أيضا ألاقي أن هاي الفترة غير عن الندم اللي يمر فيه، يحاول يكتشف أو يعرف أنت كيف عرفت عن وجود أشخاص ثانيين في حياته. يحاول أكثر من الندم اللي عنده، قاعد يحاول، وهذا خبر غير جيد صراحة، هو قاعد يحاول يعرف كيف في المرات الجاية يخبي الأشخاص الآخرين في حياته أفضل عشان أنت ما تكتشفهم لو صار في عودة. ولكن هو يعرف على مستوى معين من الوعي، يعرف أن هذا خطأ، ويعرف أن هذا سبب الانفصال وسبب الخسارة وسبب. ولكن بالنسبة له التغيير شوية صعب. عزيزي برج الحوت، مشاعرك أنت نحوه، طاقتك اليوم ترابية، أمير الخماسيات، ستة خماسيات والعربة. أرى أنك في هذه العلاقة بالذات يا برج الحوت، أنت كنت في مرحلة بحث عن شريك، في مرحلة بحث عن حبيب، ارتباط، سعادة، أسرة، شخص تبني معاه حياتك، تبنون مع بعض، تأسسون مع بعض. فلما لقيته، قبل ما تكتشف هذه الأشياء طبعا، لما لقيته حسيت أن أنت ملكت الدنيا، وصلت مرحلة جدا سعيد، تظهر سعادتك للجميع وللآخرين، للأصدقاء، للأهل، الناس كلهم يلاحظون أن فيك تغيير عندما كنتوا مع بعض وكنتوا في مرحلة الحب.
كان جدا تغيير جميل في حياتك، فأنت هذا الشخص بالنسبة لك هو سبب سعادتك، هو الشخص اللي تشوف أنه ممكن عشان توقف مرحلة البحث عن شريك وخلاص تستقر. هنا يتوقف البحث بالنسبة لك لأنك لقيت الشخص الذي تبحث عنه، واحتمال أنه فعلا لقيته ولكن عنده بعض العادات السيئة من الماضي. مشاعر الشريك نحوك، ثمانية الأغصان، ملكة الخماسيات والسيفين. هذا الشخص ندمان لأنه تصرف بهذه الطريقة في الماضي، ويعرف بأن عدم اختياره وعدم قراره هو الذي قاد العلاقة لهذا المصير، لأن من البداية كان المفروض يختار إما حياة العلاقات المتعددة وإما الارتباط فيك. عدم اختياره هو الذي وصل لهذه المرحلة. هو يراك، هذا الشخص جدا يحترمك ويحبك ويبالغ في تقديرك، يعني إذا صح التعبير. يعني أنت مشاعرك نحو أمير الخماسيات، هو يراك كملكة الخماسيات. إذا عنده أي مشكلة، إذا مر بيوم سيء، إذا صادته ظروف صعبة شوي، أول شخص يفكر يكلمه ويتحدث معه عن يومه هو أنت عزيزي برج الحوت. يعني هو يرى فيك الأمن والأمان، الأم، الحنان، يراك يعني مثل حافظ أسراره، فهو يريد بكل سرعة أن يرجع إلى حضنك، يرجع الأمور إلى مجاريها. هذا هو وهذا أنت، يريد أن يرجع بسرعة إلى الوضع الذي كنتم فيه قبل أن تحدث هذه المشكلة. نيته في المستقبل عزيزي برج الحوت، أربعة سيوف، دث. الحبيب الآن، لأن لحد هذه المرحلة هو عارف أنه فعلا لم يتوصل إلى حل ولم يحدث تغيير جذري في نفسه من أجل أن يستطيع أن يرجع العلاقة إلى مجاريها. فالذي إن شاء الله سيحدث في المستقبل أن هذا الشخص راح شوي ياخذ وقت أطول، راح ياخذ بريك، ينعزل عن الناس، ينعزل عن الأشخاص اللي بالعادة يتكلم معاهم، يحتك فيهم، يخرج معاهم. في المستقبل راح يكون منعزل، ولكن انعزاله لسبب مهم، راح يحاول يحدث تغيير جذري في حياته، التغيير اللي يخليه يستطيع أن يرجع لمقام حضرتك يا برج الحوت. هو هذا التغيير الذي لازم يحدث. هو يعرف أن هذا تغيير كبير شامل جذري، فمن أجل هذا يحاول أن حاليا ياخذ وقت، يستجمع قوته عشان لما يرجع بعد الموت، بعد مرحلة الموت كل شيء يرجع جديد، مرحلة حياة جديدة. فهو يريد أن يرجع كل شيء، لا يرجع كل شيء، سوري، يريد أن يبتدي كل شيء على أرض جديدة خصبة معك، فرح ياخذ وقته، فكن صبور. خطوات القادمة، ثمانية سيوف، ستة الأغصان، النجمة. أول شيء ثمانية سيوف راح أتحدث عنها. احتمال أن أنت والحبيب، احتمال كبير أن هذه الفترة لا تتواصلون، أو تواصلكم يكون بشكل سطحي ورسمي. احتمال أنك عملت لبلوك أو هو عمل لك بلوك. هو يريد أن ينتهي ويخرج من هذه المرحلة، ولكن شنو أقول لك، لا يريد أن فقط يعالج المسألة معالجة سطحية، يعني مثلا يعالج العوارض فقط، يريد أن ينهي المشكلة من أساسها. فإذا تأخر عنك لا تبتدي تقلق وتحاتي وتذعر، هو يأخذ وقته لكي يفعل الأمور بطريقة صحيحة وينهي هذا الخلاف الذي بينك وبينه. ما الذي يريده فعلا في المستقبل؟ ستة الأغصان هي طاقة الانتصار، طاقة الشخص الذي يحتفل بانتصاره أمام الملأ مع مجموعة أشخاص، هو المتوج، هو الذي فاز ويحتفل. والنجمة طاقة تحقيق الأمنيات، التشافي والتعافي. أرى أن أول شيء بينك وبينه، يعني بدون ما
يعرف أحد ثاني أو ثالث فقط بينك وبينه، وراح يحاول بهدوء طريقة جدا سلسة يرجع الأمور إلى مجاريها. راح يبتدي شوي شوي يدخل حياتك من جديد، يبين لك أمنيته معاك، المستقبل اللي يشوفه معاك. راح يكون سلس في طريقة دخوله، يعني ما راح يكون مندفع وقوي وعلى طول يتحدث في الماضي ويعتذر، لا لا لا. أرى أن المرحلة القادمة مرحلة دخول سلس في حياتك من جديد، يعني عشان أنت ما يكون لك ردة فعل قوية ضده، فهو خايف، فرح يجرب الأسلوب السلس الخفي شوية أنه يراضيك، عشان في النهاية لما تستقر العلاقة لفترة من الزمن، لما يحس أنها ثبتت واستقرت ورجعتوا لبعض وأنتوا الحين أقوى من السابق، هني راح يحاول يكون في نوع من الاستعراض، يستعرضك أمام الناس، احتمال يعرفك على الأصدقاء، على المقربين منه، المحيطين، الأهل، يكون في خطبة رسمية، ولكن فيها استعراض، يستعرضك أنت، يستعرض نجاحه معك أمام الآخرين، وخصوصا الأشخاص الذين كانوا معارضين للعلاقة. آخر شيء راح أسحب كارت تبع The Hidden Realms. نصيحة أخيرة لك عزيزي برج الحوت، أول كارت يسقط أو ينقلب أنا بالعادة أختاره وأقرأه. نصيحة أخيرة لبرج الحوت بشأن عودة الحب. The Ringmaster of Synchronicity. Clear Vision Details. اللي قاعدة أشوفه أن المرحلة القادمة، شوف، هذا الشخص فعلا يحسن صنع أي شيء هو يعمل عليه. مثل ما قلت لك، المرحلة القادمة سوف تكون تعافي في الخفاء بينك وبين الحبيب، يعني بدون ما يكون إعلان، إشهار، أظهار أن احنا رجعنا لبعض، من أجل تقوية أصول العلاقة. هذا الشخص يعمل عندما يكونون الناس نيام، عندما يكونون الآخرين مشغولين بأمور ثانية، يعمل بالسر على مواهبه، على أحلامه، على طموحه. فهذا يوافق هذه الكرد، أنه هو يريد أن يعالج الأمور معك أولا بشكل شخصي عشان ترجعون أقوى من قبل. وعندما هذا قصة هذا الشخص، هو شخص يعمل على صناعة الخواتم، فيركز جدا على عمله، يكون عمله مليء بالتفاصيل الدقيقة، فيجب أن يكون جدا حرفيا متقنا لعمله. فأول شيء يعمل في الخفاء مثل ما قلت لك، أول خطوة. لا تعتبر أن الحبيب مثلا لا يريد الاعتراف بك أمام الناس، بالعكس، اعتبرها فرصة لتقوية العلاقة. المرحلة القادمة بعد التشافي والتعافي هي مرحلة الاستعراض أمام الآخرين، وهو بالضبط الذي يخبرك إياه صانع الخواتم. بعد ما ينتهي من صنع الخاتم أو قطعة الجواهر، المجوهرات التي يعمل عليها، بعدها يعطيها أو يلبسها هو، أو يستعرضها أو يعرضها للبيع. الاستعراض الرسمي بالعلاقة أمام الناس، أمام المقربين، ستكون المرحلة التالية. فلا تقلق، لا تجعل الشكوك تساورك بشأن نوايا الحبيب. شكرا عزيزي.